الزاوية تواصل إمدادها بالسلال الغذائية للأسر ذات الدخل المحدود تخفيفا من معاناة بعض المواطنين ذات الدخل المحدود في ظل غلاء الأسعار التي تعاني منها مناطق وادي عتبة والتي تزامنت مع ارتفاع فاحش في المواد الغذائية هذه الأيام حيث بلغت علبة الزيت إلى 10 دنانير وكيس الدقيق إلى 150 دينارا. تم توزيع حصص شهر 3 من السلم الربيعية داخل بلدية العتبة على الأسر المحتاجة. طبعا تم استلام 200 حصة ل 200 عائلة للأسر المحتاجة داخل بلدية العتبة. وشملت هذه المساعدات الزيت والحمص والسكر والدقيق والمكرونة وغيرها ووزعت على 200 عائلة مسجلة لدى مكتب الشيخ الطاهر الزاوي بوادي عتبة على حسب الكشوفات المتواجدة والمعتمدة من المؤسسة. تم توزيع الحصص الغذائية لمعظم الأسر المحتاجة داخل بلدية وادي عتبة. أهم النقاط اللي احنا واجهناها اليوم في الأيام الماضية هي بعض الأسر يعني تجي داخل المقر وطالب بتسجيلها الآن يعني فوري لاستلام الحصص الغذائية. وتأتي هذه المبادرة في إطار الرفع من المستوى المعيشي لدى العائلات ذات الدخل المحدود وتخفيفا من المعاناة والمأساة التي يعاني منها بعض أهالي سكان وادي عتبة.